اننا بنطمن على الحاله المروريه من سياده العقيد مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه اسراء، وتحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك يا فندم. طمني على حاله المرور داخل وخارج العاصمه. والله حضرتك احنا يعني النهارده كان عندنا مجموعه من المنشرات صباحا، يعني معظمها كان داخل المنطقه المركزيه داخل العاصمه، يعني كان في عندنا حادث اعلى كوبري اكتوبر في مناطق مهمشه للقادم من مناطق مصر الجديده ومدينه نصر في اتجاه ميدان رمسيس وميدان الشهيد عبد المنعم رياض. حادث بين 6 سيارات، ما كانش فيه اصابات لكن السيارات كان فيها تلفيات جامده وكان ليه تاثير صباحا، استمر لغايه حوالي ما بعد الساعه 9:30 صباحا على كوبري اكتوبر. بعدها مباشره كان في حادث اخر على محور الطريق الدائري اعلى طريق السويس الصحراوي في منازل طريق السويس في الاتجاهين المتجه لمدينه السويس والمتجه لمناطق الكوبري 4 كيلو 4:30، يعني لكن برضو كان الحادث ده كان بين سياره نقل فرداني محمله طوب وبين سياره ملاكي. الحادث الاخر كان في حاله اصابه واحده، اصابته متوسطه. حاليا عندنا اختار مبدئي كده بحادث سقوط ميكروباص من اعلى كوبري ابيس على طريق مصر اسكندريه الزراعي. البلاغ لسه جاي حالا، يمكن من دقائق جالنا اختار بيه من مدار غرفه عمليات رتم جوه اسكندريه. هيتم المتابعه للتفصيلات كده ولا كده مع حضراتكم. لكن يعني النهارده خليني اقول لحضرتك كده في كثافات مرتفعه على كل المحاور. الحوادث اللي حصلت الصبح دي او المؤثرات اللي حصلت الصبح كانت في وقت ساعه الذروه الصباحيه، كانت في اماكن حاكمه، اماكن حساسه من الناحيه المروريه. انتهينا منها، لكن بس هتبقى المتابعه بتاع طريق اسكندريه. المناطق اللي فيها كثافات مروريه دلوقتي هي المناطق الموجوده داخل العاصمه، الميادين اللي داخل العاصمه، مناطق ميدان التحرير، مناطق مجمع البنوك، مجمع المصالح، مناطق اللي فيها الوزارات، منطقه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، في منطقه الجهاز المركزي للمكتسبات على صلاح سالم. لكن المحاور المروريه الطوليه يعني افضل كثيرا من مناطق داخل العاصمه. الطرق السريعه الحمد لله من الساعات الصباح الاولى لغايه دلوقتي ما عندناش اي اختراق عليها. حاله المرور يعني تسمح بقياده امنه على كل الطرق الحمد لله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده العقيد مصطفى ابراهيم غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا ليك.